وحشتوني جدا. فيديو النهارده هنتكلم عن اكتر الالوان الموضه في صيف 2023، وكمان ايه الستايلات اللي طالعه ترند الفتره ديت وكل الكلام ده. فيلا بينا نبتدي الفيديو. فيديو هسيب لكم كل الدرجات اللي تعتبر منتشره في صيف 2023، بس احنا هنتكلم عن اكتر الالوان الترندي السنه دي. اول لون هيكون معانا في صيف 2023 هو الهوت اورنج او الاورنج الصريح، ويعتبر من اساسيات اللون الصيف ده. وتاني لون هيكون معانا في صيف 2023 هو اللون الليموني، تقريبا زي اللون ده، هو لون مطرقع شويه بس حرفيا هو جميل جدا وشيك وبيليق على كذا حاجه. وكمان اللون الروز بدرجاته سواء الفاتحه او الغامقه، بس بالاخص الدرجات الفاتحه هتلاقوها تريندي جدا. وعايزه اقول لكم ان اللون البنفسجي مكمل معانا من الشتاء، وهتلاقوه اكتر في اللبس السواري. ده غير ان اللون الاحمر هيكون معانا برده كده كده. كمان اللون اللي مكمل معانا من السنه اللي فاتت هو اللون المينت جرين، وبصراحه من اكتر الدرجات اللي انا كمان بحبها جدا. وهينضم معانا كمان اللون الازرق او الازرق الزهري، هتلاقوه منتشر جدا السنه دي. وبعد ما قلت لكم اكتر الالوان تريندي في صيف 2023، تعالوا اقول لكم بقى ايه اكتر ستايلات اللبس اللي هتلاقوها في الصيف السنه دي. واكتر حاجه هتلاقوها تريندي السنه دي هي الكورسيه. الكورسيه هتلاقوه سواء في الستايلات بتاعت محلات اللبس او في محلات الاكسسوارات، هنا او هنا هتلاقوه. هو بصراحه موضته غريبه شويه بس برضو جميله، ولو انتوا حابين تجربوه جربوه. هسيب لكم كذا ستايل وفكره ان انتوا ممكن تلبسوه بكذا طريقه. وكمان البنطلون الكارجو بانس هتلاقوه مكمل معانا السنه دي بالدرجات كلها، سواء الدرجات الكافي او اللون الزيتوني او الاخضر، بدرجات كتيره جدا. وهو بصراحه من الستايلات الشيك جدا وهتعجبكم ويليق على حاجات كتير. كمان ما تنسوش البناطيل الواسعه زي الوايد ليج، بتنقل الاوتفيت في حته ثانيه خالص. كمان السوتس الكامله اللي هي الالوان اللي بتبقى زي بعضها هتلاقوها برضو معانا، سواء اللون اللي هي المتناسق مع بعض او الالوان المتقاربه مع بعض. والبليزر برضو من اكتر حاجات الترند السنه دي، سواء هتلبسوها على نفس لون البنطلون او تلبسوه تحتيه تي شيرت وعلى بنطلون جينز. وكمان اكتر حاجه ترندي عجباني بقى السنه دي هي القطعتين اللي هما بيبقوا جينز، سواء نفس الدرجه او درجات متقاربه، عمليه جدا ويليق عليها كذا حاجه. طبعا اساسي لازم يكون عندكم سكيرت في الدولاب، سواء السكيرت اللي هي الساتان اللي فيها فلاورز هتلاقوها منتشره جدا. ولو انتوا مالكوش في الفلاورز والحاجات دي ممكن تجيبوا اللي فيها الوان، والدرجات دي برده حلوه جدا، سواء المحجبات او غير المحجبات هتلاقوها ترندي جدا. وكمان اكتر موضه عجيبه هتلاقوها منتشره بس ما اعتقدش انها تنتشر في الوطن العربي، اللي هي الجيبه الجينز المفتوحه من قدام، ما اعتقدش ان انتوا هتلاقوها في كل مكان. وبكده قلت لكم اكتر الحاجات اللي طالعه ترندي في صيف 2023. انتوا حابين اعمل لكم فيديو تاني من ناحيه تنسيقات الالوان والستايلات، اكتبوا لي تحت في الكومنت. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.